قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ما تعشتوش ولا ايه؟ الحمد لله وكفى. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي الآيات الكريمات التي كان يعني شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ مصطفى العلوي ربنا يحفظه لنا يا رب ويبارك للإسلام فيه يا رب، اللهم أمين يا رب، ويبارك لنا في علمائنا ومشايخنا، اللهم أمين يا رب، ويجمع صفنا ويوحد كلمتنا، اللهم أمين يا رب. ربنا قادر على كل شيء يا إخواني في الله، بس احنا نصدق الله، بس احنا نفهم الدستور الحقيقي بقى، الدستور اللي بحق وحقيقي مش أي دستور آخر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله إيه؟ من النار. يبقى الآية رقم 24 بتقولك سيدنا إبراهيم فين؟ في النار. وسيدنا إبراهيم ربنا نجاه منين؟ يبقى الآية 24 أنت شايف قدام عينك مشهد، مشهد سيدنا إبراهيم بيوضع في المنجنيق والحريقة شغالة ابنه له بنيانا، وسيدنا إبراهيم بيسقط في النار، والكل مستني أن سيدنا إبراهيم خلاص يتفحم ويخرج من هذه النار وفحمة، فإذا بقدرة الله أنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم إيه؟ يؤمنون. آية على إيه؟ لآيات على إيه؟ على إن يعني ربنا بيحفظنا بسبب الدعوة، مش بنهلك بسبب الدعوة. إنك أنت لما بتشتغل في الدعوة إلى الله وما بتخافش، ربنا بيحفظك بسبب شغلك في الدعوة. وإن في الآخر اللي يعني اللي بيذهب سدى والعياذ بالله هو اللي بيخاف إنه يتكلم عن ربنا في ملك الله، إنما اللي يتكلم عن الله وما خافش. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. اللي عايز يصدق ربنا ينظر لهذه الآيات، اللي عايز يزداد يقين. قال رب إني أخاف أن يكذبون، أخاف أن يقتلون. قال كلا، قال كلا إنني معكم إيه؟ أسمع أرى، كلا إنني معكم، كلا هذا لا يكون أبدا، لا يمكن. ربنا بيقول لسيدنا موسى كلا إنني معكم أسمع وأرى. فيعني الله سبحانه وتعالى آية 24 سيدنا إبراهيم بيتحط في المنجنيق وبيترمى في النار وربنا بينجيه من النار. آية 25 بقى بص يا إخواني، وقال، هو مين اللي قال؟ مين اللي بيتكلم في آية 25؟ وقال، استنى بس قبل ما تقول ركز معايا احسن يطلع، بس ايه مش عايزين نقول اي كلام وخلاص يا جماعه. وقال مين؟ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا، زي ما فضلت الشيخ قال لنا، موده مجاملات، موده تودد منكم للكبار بتوعكم، موده مصالح يعني، ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض. مين اللي بيتكلم هنا؟ اللي بيتكلم مين؟ ما تخافش يا عم قول. سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم بيكلم مين؟ بيكلم الناس اللي في آية 24 عملوا في ايه؟ رموه في النار. سيدنا ابراهيم خارج من النار يتكلم عن ربنا. سيدنا ابراهيم خارج من النار يتكلم عن الله. يعني ما بتبطلوش دعوة؟ يعني انتوا ما فيش فايدة فيكو؟ يعني نعمل فيكو ايه؟ بنينا لكم بنيان ومفيش فايدة برضو شغالين في الدعوة، عملنا لكم نار مقادة ورمناكم فيها وبرضو شغالين في الدعوة. هي دي الشخصية اللي القرآن بيرب عليها إخواني، الذي يعمل في الدعوة إلى الله مهما كان الظروف، مهما كان. انت بتحفظ بسبب شغلك في الدعوة إلى الله، انت بتنصر بسبب شغلك في الدعوة إلى الله، انت بتؤيد وبتمد وبتعان وبتسدد وبتوفق بسبب شغلك في الدعوة إلى الله. حديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الايه؟
المتواتر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها. نضر الله، قال لك يعني نضر الله، قال لك تعرف في وجوههم نضرة النعيم، قال لك النضرة دي البشوات بقى اللي بيفطروا استاجوزة وبيتغدوا كافيار وبيتعشوا وبيتعشوا اي حاجة بقى يعني دي كرومة، فتلاقي وشه ايه مهرط كده، نضرة في وشه كنضرة النعيم في وشه. فقال لك يعني ايه النبي يقول نضر الله؟ قال لك يعني اللي هيشتغل في الدعوة الى الله ربنا هيعيشه في نعيم، ربنا هيخلي كل الناس في الهم والكرب وهو في الفرح والامن بالله سبحانه وتعالى، ربنا هيكرمه في الدنيا، ربنا هيفتح عليه في الدنيا، ربنا هيرزقه في الدنيا، ربنا هيرفعه في الدنيا، ربنا هيمده في الدنيا قبل الآخرة. نضر الله، النبي بيدعيله ان رب عليه الصلاة والسلام ان ربنا ينعمه في الدنيا قبل الاخرة، ان ربنا يرزقه في الدنيا قبل الاخرة، ان ربنا يكرمه في الدنيا قبل الاخرة، ان ربنا ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، ان ربنا يخليه آية لكل اللي مرضوش يشتغلوا في الدعوة. شوفوا ربنا بيعمل ايه للي بيتكلم عنه. عشان كده قال قبل ما نقول الآية لسه الحديث: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. أداها يعني الأمانة هي التي تؤدى، يعني القرآن والسنة دول أمانة يا جماعة، احنا لازم نبلغ الناس يا اخوانا، لازم ننزل للناس، لازم نعلم الناس، لازم نفهم الناس، لازم ندعو إلى الله. مفيش حد فينا غير قادر انه يتكلم في الدعوة إلى الله، ولكن القضية قضية احنا فعلا متحمسين ان احنا نتكلم عن ربنا، احنا فاهمين منهجنا. الصورة اللي وصلنا فيها للحكم صورة ايه؟ الصورة اللي مسكنا فيها الحكم صورة ايه؟ صورة العنكبوت مسكنا فيها الحكم يا شيخ يا شيخ. لا انا مش بتكلم على الصورة دي، انا قلت فيها يا اخوانا، لا ده صورة العنكبوت دي شبكة، لا ده حاجة تانية. الصورة اللي مسكنا فيها الحكم يا جماعة قعدنا فيها على الكرسي صورة ايه؟ احزاب الحج. الصورة اللي مسكنا فيها الحكم يا جماعة الصورة اللي فيها الناس بتوع الدين بقوا قاعدين على الكرسي القصص يوسف، صورة يوسف يا جماعة. الصورة اللي ورفع ابويه على العرش، الصورة اللي مسكنا فيها الحكم صورة يوسف. السورة اللي مسكنا فيها الحكم ربنا قال في آخرها ايه؟ قل هذه سبيلي، الطريق بقى الطريق للتمكين بقى والطريق الموصل الى يعني اهدافنا في الدنيا والاخرة. احنا في الدنيا عايزين التمكين وعايزين عز الاسلام، وفي الاخرة عايزين الجنة للناس كلها مش احنا بس، احنا والدنيا كلها. قل هذه سبيلي، السبيل الطريق الموصل الى الهدف اللي عايز يوصل. اهو خلاص بقى قل هذه سبيلي، اعمل ايه؟ اعمل انتخابات قوية لو كان سيدنا يوسف قعد على الكرسي ب51% كانت الدولة العميقة عملت في ايه؟ انما سيدنا يوسف اتى بالتمكين في القلوب، الله مكن له في القلوب. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، انا ومن اتبعني. استنبط العلماء من قول الله سبحانه وتعالى ومن اتبعني ان الدعوة الى الله فرض يا اخوانا، فرض يا جماعة ان احنا نتحرك في الدعوة الله. عشان كده يعني في 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 قول الله سبحانه وتعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. قال الحسن البصري في قول الله تعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، اللي اتكلم عن ربنا، اللي كلم الناس عن ربنا، اللي روح لمراته قعد يكلمها عن ربنا وكلم اولاده عن ربنا وجابهم قعد يقول لهم كلام يرقق القلوب عن الله، وراح لزمايله في الدراسة او في الشغل ووقف الناس في الشارع واتكلم في المواصلات وادى كلمة في المساجد ونشر الدعوة الى الله، ولم يخف في الله لومة لائم كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله ايه؟ وكفى بالله ايه؟ حسيبة. علماء قال لك يعني ايه حسيبة؟ قال لك اي لا يعمل حسابه الا الله، قال لك انه ما عملش حساب حد غير ربنا، ما عملش حساب حد غير ربنا، ربنا بس. انا بتكلم عن الله في ملك الله. فقال الحسن البصري في قول الله: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، قال هذا حبيب الله، الله هذا حبيب الله،
هذا ولي الله، هذا خيرة الله، هذا صفوة الله، الصفوة بتاعت البشرية، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. ده لمين؟ الذي دعا إلى الله، الذي تكلم عن الله سبحانه وتعالى. تخيل أما ربنا يوم القيامة يقول لك أنت حبيب الله، أنت ولي الله، أنت صفوة الله، أنت خيرة الله من خلقه، أنت أحب أهل الأرض إلى الله. في قول الله سبحانه وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، قال ابن عباس رضي الله عنه: هذه أشد آية عتاب في كتاب الله. إيه هي؟ ربنا بيقول: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. وترى عيني عينك، المعصية بقت عيني عينك. كثيرا، معظم المجتمع بيعصي ربنا، يعني مش معظم المجتمع، يعني معظم المجتمع بيعصي ربنا، كثيرا منهم، ما عادش واحد كده مستخبي، منهم يسارعون، بقت المعصية مصلحة مكسب، يسارعون من المصارعة المفاعلة، المفاعلة دي مسابقة، مين اللي يفوز، مين اللي يكسب، مين الموظف اللي يتحط في الموقع اللي ممكن يفتح الدرك وياخد رشاوي فيه، مين الشاب اللي ينجح، يبقى يسارعون، مين اول شاب يعرف يشير المقطع الفاسد ده على النت الاول قبل غيره، رغم ان ياخد كمية سيئات جارية فظيعة. وترى كثيرا منهم يسارعون في ديت، يعني قالك يعني الاستغراق جوه المعصية. ربنا بيصف مجتمع فاسد، ربنا بيصف مجتمع يشبه المجتمعات اللي احنا عايشين فيها الان. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، ها لبئس ما كانوا، لبئس ما كانوا إيه؟ لا مش لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يصنعون. شوف ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن من فعل المعصية بلفظ ايه، وتكلم عن من علم انها حرام وسكت بلفظ ايه. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، ابن عباس قال هذا أشد عتاب في كتاب الله. يعني أشد عتاب، يعني حينما تعرض على الله تسأل سكت ليه. الربانيون والأحبار، الناس اللي عارفة الصح من الغلط، الناس المتدينة، الناس الملتزمة، سكتوا ليه لما شفتوا ربنا بيعصى؟ سكتوا ليه لما شفتوا حرمات ربنا بيتجرى عليها؟ سكتوا ليه لما شفتوا حدود ربنا بيعتدى عليها؟ سكتوا ليه ما كلمتوش الناس عن ربنا؟ ليه ما عرفتوش الناس الصح من الغلط؟ ليه ما انكرتوش المنكر؟ ليه ما وعظتوش الناس؟ ليه وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا؟ ما دعتوش الى الله؟ ليه اخواني في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. بلغوا امر يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف. العلماء قال لك هذا دليل على فرضية الدعوة الى الله، على كل مسلم ومسلمة ان هم يشتغلوا في الدعوة الى الله. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى قال: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، الآية اللي بعدها: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، العالم المتدينة دول سكتوا ليه؟ الآية اللي بعدها ايه؟ لبئس ما كانوا يصنعون. الآية اللي بعدها ايه؟ ايوه، وقالت اليهود ايه؟ يد الله مغلولة. فالمفس يد الله مغلولة والعياذ بالله. فالمفسرين وقفوا هنا وقالوا ايه؟ قالوا يعني يسارعون في الإثم ده جرأة بس على حدود الله، انما يد الله مغلوله ده جرأة على الله. قال لك ايه اللي خلى المعصيه تتطور التطور الرهيب ده؟ ايه اللي خلى المعصيه تنفجر الانفجار الرهيب ده؟ قال لك الآية في النص اللي هي: لولا ينهاهم الربانيون، اللي هي قال لك حينما يترك اهل الدين الدعوه الى الله، حينما يترك اهل الدين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تتوقف المعصيه عند حد. فتلاقي الاخ جاي يقول لك: الحق، ده التبرج بقى فظيع، ده لبس النساء بقى رهيب، ده الفجور. انتوا لسه شفتوا حاجه، خلينا كده قاعدين، انتوا لسه شفتوا حاجه، شويه وهتسمعوا يد الله مغلوله، شويه وهتسمعوا ربنا ماله ومال السياسه، شويه وهتسمعوا بيقولوا هو الله هو الله، اشمع يعني مش اقوال لا يستطيع ان نقولها اصلا والعياذ بالله. انتوا لسه شفتوا حاجه، انتوا لسه شفتوا حاجه، خلينا قاعدين، خلينا قاعدين، وبكره تشوف اولادك نفسهم هيحصل لهم ايه.
وبكرة تشوف الفساد وهو بيقتحم عليك بيتك، على مراتك وولادك وبناتك وولادك وجوزك، بدام انت مش راضي تشتغل في الدعوة الى الله، بدام انت ما انتش راضي تؤدي المهمة بتاعتك. اشمعنى كل الناس عارفة منهجها احنا مش عارفين منهجنا ليه؟ يا اخوانا احنا منهجنا الدعوة الى الله، منهجنا التغيير بالدعوة الى الله، منهجنا امال التغيير السياسي؟ التغيير السياسي وسيلة ولكن لا تثمر ولا تؤثر لو الدعوة الى الله مش ناجحة. طب التغيير النهضوي والتنموي والاقتصادي وسيلة ولكن لن تؤثر الا لو الدعوة الى الله ناجحة. مفيش ولا وسيلة لها اي قيمة الا لو الدعوة الى الله ناجحة. عشان كده التنمية الاقتصادية صفر، التنمية النهضوية صفر، الجهاد السياسي صفر، والدعوة واحد. لما الواحد بيتحط كل الاصفار بيبقى ايه؟ لها قيمة. طب لو الواحد اتشال اصفار، يبقى الدعوة هي اللي بتخلي كل الوسائل التانية لها قيمة. انما الدعوة الى الله ده وسيلة الانبياء، 124 الف نبي ورسول، ده منهجهم يا اخوانا، هذا سبيل الانبياء، سبيل الانبياء. مفيش بديل. سيدنا ابراهيم داخل مصر يدعو الى الله ويعلم ان ملك مصر ممكن يغتصب زوجته، او يعني يريد انه يغتصب كل امرأة جميلة، وسيدة سارة تاني اجمل امرأة في البشرية بعد السيدة حواء، يعني زوج سيدنا ابراهيم كانت جميلة جدا، يعني السيدة سارة، تخيل كده ومع ذلك دخل مصر ليه؟ مفيش بديل يا جماعة، يا اخوانا مفيش بديل. النبي بعت مجموعة من اصحابه للدعوة الى الله في قبائل العرب بعد غزوة احد اتقتلوا، بعت مجموعة تانية يا رسول الله طب الجو خطر دلوقتي، مفيش بديل، ما ينفعش نقف عن الدعوة الى الله، ما ينفعش. وحرام ان بالحن يطعن من ظهره يفضل ينثر الدم على رأسه يتزين للقاء الله بدمه وهو يقول فزت ورب الكعبة. ليه؟ لانه مات موتة مؤمن. قال ياسين قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من الايه؟ وجعلني من الايه؟ من المكرمين. ايش معنى كلمة المكرمين؟ لان مؤمن قال ياسين اتقتل وهو في جولة، اتقتل وهو بيتكلم عن ربنا في الشارع، اتقتل وهو وسط الناس في الشارع بيتكلموا عن ربنا. فدايما الملتزمين والملتزمات احسن يكسفونا، احسن اجي اكلم واحدة عن ربنا تكسفني، احسن اجي اكلم للشاب ده يكسفني، احسن اكلم سواء الميكروباص يكسفني، احسن. انت بعظم كرامتك قوي كده ليه؟ ربنا بيعصى يا ابني، ربنا بيعصى يا اخواتنا، ربنا بيعصى. انت معظم كرامتك قوي كده ليه؟ انت ايه كرامتك اصلا بعد ما شفت ربنا بيعصى، بعد ما شفت حرمات ربنا بتنتهك؟ فتلاقي الاخ مكسوف قوي على كرامته وعلى شكله وعلى ربنا، بيقول لك بما غفر لي ربي وجعلني من الايه؟ المكرمين. هو انت فاكر انك انت نزولك للناس هيهينك؟ فالعكس هو اللي بيحصل من المكرمين، ده انت ربنا بيرفعك بسبب جهدك في الدعوه الى الله. ربنا بيفرج عنك كروبات الدنيا قبل الاخره بسبب جهدك في الدعوه الى الله. اخوانا اللي شغال في الدعوه ده يعني حاجه كده نادره على وجه الارض، ده حاجة لو يعلم من يتحدثون عن الله ليلا ونهارا مقامهم عند الله سبحانه وتعالى، بس هم يثبتوا على الطريق ده حتى يلقوا الله. ربنا يثبتنا على سبيل الدعوة حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اخواني واحبابي في الله، يعني ربنا حينما اختار حسن خاتمة لأنبيائه، كانت سيدنا محمد مات وبيعمل ايه؟ كانت روح الحبيب تغرغر وهو يقول صلاة الصلاة وملكت ايمانكم. حسن الخاتمة بتاع الأنبياء انهم ماتوا وما بيتكلموا عن ربنا. سيدنا يعقوب ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت؟ حضر اهو، ده احنا دلوقتي خلاص الموت حضر، احنا دلوقتي سيدنا يعقوب بيحتضر يا جماعه، سيدنا يعقوب بيموت. اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يعني حسن الخاتمه اللي ربنا اختارها للانبياء انهم يموتوا وما بيتكلموا عن ربنا، انهم يموتوا وهم يتحدثون عن الله سبحانه وتعالى. ده شرفنا، ده منهجنا، ده عزنا، ده سبيلنا، ده طريقنا. انما الاخ اللي قاعد يهق على الفيسبوك قاعد 10 ساعات ويقول لك اصل انا برد على الالحاد، اصل انا انت يا ابني انت بتهق يا ابني، انت مش بترد، انت قاعد بتضيع وقت وخلاص. يا ابني الدعوه الى الله على سبيل الانبياء، شفتوا النبي عليه الصلاه والسلام اما طلع على جبل الصفا وصرخ بها بين ظهرانيهم؟ عروه بن مسعود الثقفي راح الطائف، راح يدعوهم الى الله بعد 40 يوم حصار من الصحابه للطائف، مقتول ودخل. طب ليه داخل تكلمهم عن ربنا؟ ليه داخل تدعوهم؟ مفيش بديل يا اخوانا، يا جماعة مفيش بديل عن الدعوة. انسم ان في طريق تاني، ايأس ان في طريق تاني للتمكين، ايأس ان في اي طريق تاني للتمكين،
واي تمكين هياتي بغير الدعوه الى الله هيبقى عامل زي السنتين اللي فاتوا كده. وانتوا شفتوا لما جينا ب 51% ايه اللي حصل. انما لما تيجي بالتمكين في القلوب دي حاجه تانيه خالص. لما تيجي على منهج الانبياء ده شيء تاني خالص. ده موضوع تاني ان قلوب الناس قابله الدين بسبب جهد الدعوه الى الله. عشان كده يا اخواني في الله قال تعالى: يا ايها الذين امنوا ما لكم، ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. تألن ليه لسانك؟ تألن ليه؟ ده انت لو دخلت مطعم وكلت اكله حلوه لسانك بيبقى طول كده، وانت قاعد تكلم الدنيا كلها عن الاكله، وانت قاعد تكلم الدنيا كلها الاكله دي شكلها ايه. كنت مره عملت درس اسمه كيف انتشر كنتاكي. فقعد مع اخوه كده فبقول لهم كيف انتشر كنتاكي. فواحد مثلا ناس متخيل مثلا الدعايه القويه، قلت لهم لا، بالكلام عن كنتاكي، بالدعوه الى كنتاكي. واحد دخل عجبه الاكله خرج كلم 200 واحد عليها، ال 200 منهم راح عجبهم الاكله خرجوا كل واحد كلم 200 واحد عليها، ال 7000 خرجوا كل واحد، وانتشر كنتاكي وبقى له فرع في كل مكان في العالم بالدعوه. احنا مش عارفين نتكلم عن ربنا زي ما اهل الدنيا بيتكلموا عن اكله. مين قال ان انت لسانك قصير؟ انت لسانك طويل جدا. ساعه ما واحد بيغضبك لسانك بيبقى طول كده اهو، وساعه ما بتقعد بتتجوز بيبقى لسانك طول كده اهو، وساعه ما بتشتغل مندوب مبيعات لاي شركه لسلعه بيبقى لسانك طول كده اهو، وساعه ما بتيجي تتكلم في السياسه بيبقى لسانك طول كده اهو، وساعه ما بتيجي تتكلم عن اكله حلوه بيبقى لسانك طول كده اهو. اشمعنى مع ربنا لساننا مقطوع؟ اشمعنى مع ربنا بكم؟ لان الحاجات التانيه احنا بنتكلم عنها بحب. انت ما بتحبش ربنا، ما بتحبش الاسلام، مش عارف تتكلم عن دينك، ما انتش عارف تتكلم. يا عم افتح بقك وربنا هيمدك بمدد من عنده. ده احنا ما شاء الله لو اتعصرنا هننزل دروس. ده احنا سمعنا لما جالنا ارتفاع نسبة الكلام في الدم يا اخوانا. عايزين يا اخوانا نكلم الناس. نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها. بس كده؟ طب ما اليهود كان عندهم علم وسكتوا. يعني لحد دلوقتي انت ما اختلفتش عن اليهود حاجة، امال اللي فرقك ايه؟ ثم اداها. يبقى بقيت عندك علم نافع ودعوة الى الله سبحانه وتعالى. اخواني واحبابي في الله، عزيز على قلب الواحد انه يشوف الجنوح الجماعي من الملتزمين عن الدعوة الى الله. عزيز على قلب الواحد كبيرة ترك الدعوة الى الله عند الملتزمين والملتزمات. الحالة البائسة اللي احنا وصلنا فيها، فين الامل؟ الدعوة الى الله بتديك امل، بتديك فرح، بتديك عزة، وانت واقف بتتكلم عن مالك الملك في الملكوت بتاعه، تديك قوة، تديك فرحة، بتديك استمداد لليقين والثقة في الله من الله سبحانه وتعالى. دعوة الى الله هي الامل، مفيش بديل عن الدعوة الى الله، مفيش بديل، لا يوجد اي بديل. لما ربنا سبحانه وتعالى انزل قوله: اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا، قالك ده اول آية فيها اذن بالقتال. قالك قبلها 74 آية نهي عن القتال. ليه؟ ادعوا الى الله. يا عم احنا مش بنستفز يا اخوانا، مش بنستفز يا جماعه. يا اخوانا احنا عندنا خط سير، احنا عبيد. الدعوه الى الله زي الصلاه والصوم، مش بمزاجنا، مش بمزاجك. انا شايف والله، والله انا رؤيتي ان الدين ينتصر بالطريقه الفلانيه. يا عم روح انت ورؤيتك يا عم، ده خط سير. 124,000 نبي ورسول رجلهم على رجلين بعض في نفس الطريق، مفيش تأليف، مفيش حاجة انت هتضيفها، مفيش. يا ابني قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فسبيلنا سبيل دعوة الى الله، سبيل دعوة الى الله. بعد كده قيادة اهل العلم بقى للصف الملتزم هي اللي بتنقل الدعوة في مراحلها، انما احنا سبيلنا ايه؟ دعوة الى الله. سبيلنا سبيل الدعوة الى الله. والذي ليس على سبيل الدعوة ليس على سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كانت دقنه متر ونص، ولو كان النقاب بتاعها ما شاء الله 7 نقابات فوق بعض، ولو كانت الجلابيه بتاعته، ولو كان حاطط 15 سواك في جيب القميص بتاعه، سبيلنا سبيل دعوه الى الله. فالذي ليس على سبيل الدعوه الى الله ليس على سبيل محمد، ليس على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يحفظكم يا اخواني، وربنا يبارك فيكم، وربنا يستعملنا
لان اجمل حاجه في الدنيا الاستعمال. ان ربنا يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم لا تستبدلنا. اللهم لا تتولى عنا. اللهم لا تتولى عنا. اللهم انصر بنا الاسلام يا رب العالمين. اللهم انصر دينك واعز اوليائك. اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان ينتصر، واذن لكتابك ان يحكم. اللهم انزل هدايتك على اهل مصر. اللهم انزل هدايتك على قلوب شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها واطفالها. اللهم اقمنا على مرادك منا. اللهم اطلق بالحق ألسنتنا يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوبنا. اللهم وحد صفنا. اللهم اجمع كلمتنا. اللهم بارك لنا في علمائنا ومشايخنا. رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، رب زدنا ايمانا ويقينا، رب زدنا صدقا واخلاصا. انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.